نسايبي وانا عند حماية وكده وانا مروح. اه فكان في مره كده كنت طالب اوبر. اه فطبعا انت عارف انت لما بتطلب الاوبر على الابلكيشن بيظهر لك المبلغ اللي انت هتروح زي دي. المبلغ اللي ظهر لي اللي هو كام؟ اللي هو 200 جنيه عشان بس ما تنزلش تقول لي مفيش فلوس بس انا عارف الحركات دي. لا لا تمام تمام. فبيبقى طبعا بيبقى في مبلغ وانت الكابتن بتاع العربيه بيعمل ريكويست وتمام وخلاص. حصل. فنزلت حضرتك رايح فين؟ قلت له رايح المشوار اللي على الابلكيشن. قال لي تمام ماشي. فابتدى هو ماشي بقى ايه ينفخ اللي هو بقى ايه المشوار استبعده شويه لان استبعد المشوار بعد ما انت اتفقت معاه. اتفقت معاه لان انا ساكن في حته اسمها المناشي. لا ثانيه واحده كده. ساكن فين؟ واتكلم بالراحه عشان افهمك يا مصطفى. ساكن في حته اسمها المناشي. المناشي؟ اه المناشي دي تبع مركز منشيه القناطر. منشية القناطر دي فين بقى؟ في الجيزة. محافظة الجيزة. المناشي. انت من المناشي نفسها ولا من بلد جنبها؟ لا من المناشي نفسها. في بلد جنبها اسمها ايه؟ الجلاتمة. الجلات ده ايه ده خيال علمي ده ايه ده؟ ده اسمها اثار دي ولا ايه؟ لا لا ده هو منطقة ريفية يعني وكده. اه منطقة فلاحين زينا. ريفية. ريفية. يعني ريفية ده اجنبي؟ لا ما بقاش فيه فلاحين ده. خلاص. الدنيا اتطورت دلوقتي يعني قوي. بس فاستبعد المشوار. المهم الراجل اوبر ده بعد ما خدك واتفق معاك على السعر استبعد المشوار وهو ماشي في الطريق. فبدا ينفخ. ابتدى بقى ينفخ وبدا يتضايق واللي هو لا المشوار شويه عليه المبلغ اللي مكتوب. ولا احنا ممكن مش عارف. فانا ابتديت ان انا ايه الفض يعني للكلام ومش مركز معاه لحد ما نوصل يعني. فوصلنا هناك. حسابك كام يا باشا؟ حسابك اهو اللي مكتوب في الابلكيشن اللي انت شغال عليه. تمام. فقال لي لا انا عايز ازود فلوس تاني وكده. فقلت له طب هتزود كام يعني؟ فراح قايل لي برضو مبلغ ما كده يعني. فانا طبعا رفضت وبتاع ويعني حصل مشاده كده ما بيني. حصل مشاده ما بينك. عملت ايه بقى في المشاده ده؟ قول عادي قول. بلاش بقى يعني. لا قول قول. مفيش. اخدت المفتاح من العربيه وهو كنا احنا بندردش برضو في الطريق. كان قال لي ان هو من الزاويه الحمراء. اخدت المفتاح من العربيه وقلت له يلا خدها زق بقى للزاويه الحمراء. خدها دف بقى زق للزاويه الحمراء. لا والله. والله. طب انت زعلان مني في حاجه؟ لا لا انا مش قصدي حاجه. مش عايز فلوس. لو انت متضايق ده بتاخد العربيه. لا 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 ما تخافش احاسبك والله. لا يا حبيبي ولا يهمك. بقى احنا مشوارنا على الطريق يعني. أيوه. سالك عاصمه الجيزه ايه؟ عاصمه لا الجيزه ما ده محافظه. جدع. عاصمه